الكرة إلى بن خليفة، إلى بلايلي من الجهة اليمنى، رايح يوزع بالفعل توزيعة راسية. الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب. الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب وطفني ماسينيسا مرة أخرى. اللاعب شبيبة القبائل بلايلي أمير مباشرة في رأس اللاعب طفني ماسينيسا. شوف مرة أخرى كرة جميلة مليمترية رأسية مخادعة. رد عليه عريبي كريم بكل سرعة ثلاث أو أربع دقائق. كان بإمكان أن يكون الخطر، لكن الخطر لشبيبة القبائل والكرة في العمق طريق حمرو الحمرو 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 حمرو والثالث ضيع فريق دفاع تاجنان. سجلت شبيبة القبائل السيارة اللمسة الأولى يضرب كونتر أتاك كونتر أتاك تسجل عليك هدف ضيع هدف يسجلوا عليك هدف ونقدروا نقولوا انه شبيبه القبائل هذا اللي كونتر اتاك اللي كونتر اتاك الجهه اليسرى التوزيع باليسرى احد الهدف الهدف الثاني عن طريق لاعب عطوش هشام خطا من سلامه اللاعب مختار ضربش الكره بالكيفيه صالحيه ألق لكن لا الحكم يقول اعاده الكره لانه ينظم في مخالفه ميس هادي توفيق سامحني الحارس صالحي عنده دور كبير خصوصا لو جات الكره عاليه نعم. لازم هو يخرج للكره ويمد اكثر راحه واطمئنان للمدافع نعم وعريبي كذلك ما عليه الا اقتناص الكره العاليه اضافه الى عطوش من الجهه من غير مراقبه عطوش من الجهه الاخرى لكن عودة مباشرة إلى 5 أمتار و 50 سنتيمتر ومباراة قوية ومثيرة انتهت لصالحها الرائد شبيبة القبائل. في مباراة أخرى فريق اتحاد بالعباس تعثر مرة أخرى داخل الدي